نعيش لتحقيق أحلامنا، يدفعنا إلى ذلك شغفنا، الشغف الذي سيأخذنا إلى ما هو أبعد، الشغف للإبداع والابتكار والنجاح. إذا فكرنا بطريقة مختلفة، إذن نحن مختلفون، مختلفون عن الآخرين، مختلفون لأننا نسير فقط إلى حيث تأخذنا دوافعنا. لتحسين حياة الناس نذهب إلى حيث لا يجرؤ الآخرون. نسعد برؤيتكم مستريحون وأنتم على تواصل مع العالم من خلال خدماتنا، حريصون أن نحقق تحولاً رقمياً يستحقه العراقيون. آسيا سيل تجمعنا سوا.